السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ اش خباركم؟ غبرنا على بعضياتنا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. امضرا كاين شي سفر، كاين شي تخيام، كاين شي عطلة. على العموم كنتمناكم انكم تدوزوا الغطا ديالكم في احسن الظروف واحسن الاحوال، وكنتمناكم انكم تستمتعوا بالشوفة ديال عائلاتكم وديال احبابكم، بالشوفة ديال الوالدين اللي لا يخطيهم علينا. نتمنىكم دوزوا عطله زوينه، وفي نفس الوقت ما ننساش انني نبارك لكم النجاح ديال وليداتكم ديال بنياتكم، وان شاء الله بالتوفيق والتالق للجميع ان شاء الله، وعطله سعيده للجميع. نرجع بكم الفيديو ديال نهار اليوم ان شاء الله، اللي حنايا غادي نخدموا فيه هاد العوينه هادي اللي كتجي، اللي هي سهله في الخدمه ديالها بصراحه، ولكن كتجي راقيه وكتجي انيقه وغير مكلفه. علاش غير مكلفه؟ لان هنايا وسيرتو بالنسبه للنساء اللي هما يا ديجا كيخدموا وتيبقاو ليهم هذوك البقايا ديال العقيق. هذا الشيء باش نقول لكم غير مكلفه، لاننا غادي نستغلوا كاع هذوك البقايا اللي كيبقى ديال الكافيار ديال الهرم ديال العقيق الحجر، كل واي غادي ناخذوه وغادي نخدموا به هاد العوينه هذه. الا لاحظتوا قبل ما نقول لكم، الا لاحظتوا بالنسبه للعبار اللي انا استعملت في هاد العين هذه، خدمت فيها 20 سنتيمتر في الطول، وبالنسبه للعرض بروبورسيونيل عطاتني 13 سنتيمتر ديالها في العلو. نتوما تقدروا تكبروها ولا تصغروها على حسب فاش غادي تخدموها. داكوغ، دونك اول حاجه خديت لا جيلاتين وحددتها بالخيط ديال لي ستراس في الجنابات. ديروا الخيط ديال لي ستراس، ممكن ديروا القطن على حسب اللي بغيتو. خدمنا بالقطن ودابا كنخدموا بلي ستراس. الدوره الثانيه خدمت بداك الخيط ديال الزمرد اللي هو يا فيه العقيق تيكون منضوم سهل، حيت هنايا هاد الطريقه هادي راه اي واحد ولا اي وحده مبتدئه اللي ما عمرها خدمات تقدر تخدمها. طريقه سهله بزاف بزاف، تبعوا لا فيديو تيقوني راه هي اسهل ما يكون. وهنايا نقدروا ناخذوا هاد القضيه هادي كمشروع بالنسبه للناس اللي هما في الدار، وبالنسبه لدابا عطله، يعني كاين المتسع من الوقت فاش واحد يتسارح، فاش الواحد يتفرج، وفاش الواحد يخرج، ولكن في نفس الوقت كيبقى لنا الوقت فارغ ما كنديروا فيه والو. علاش لا اللي ما نستغلوش؟ دابا موسم ديال الاعراس، موسم ديال الحفلات، موسم ديال السفر، يعني نخدموا زواقات. علاش كيف قلت لكم علاش لا نخدموا اي زواقه ونشوفوا مع من غادي نخدموا، كل واحد على حسب المدينه ديالو ولا حسب الاحتياجات ديالهم. دونك غير واحد ما يعقدش ويخدم ويجرب، سهل بزاف. يعني انا كنشجع اي واحد وما يبقاش يقول لا انا ما نعرفش وصعيب عليا، والله ما صعيب ما حتى شي حاجه. واحد يقدر يبدا بواحد الزواقه اللي هي صغيره بزاف اللي جرب بها، ومن بعد ديك الساعات يختار الزواقات ويبدا يصوب، يعني من المخيله ديالو يقدر يطلق العنان ويخدم اي حاجه. غير ما تعكزوش عافاكم، راه سهله هاد سيرتو هاد الجيلاتين، ماشي غادي تنبتو بالبره والخيط، ماشي يعني اللي ما عمرو كاع هز البره والخيط راه ممكن يصوب هاد الزواقات. هنايا نرجع بكم للزواقه. دونك ملي كملت هذاك الخيط ديال الستراس الاولاني، الصف الثاني درتو بالزمرد، جيت في الوسط ديال العوينه ودرت هذيك الحجره واحد العقيقه اللي هي فتحه، حطيتها تمايا، دورت عليها واحد شويه بالخيط ديال الستراس، وهنايا قبضت دوك الفصوصه ديال الجوهر اللي هما مقسومين ودورتهم عليها. وبالتالي صافي غادي يبقى كنحط انايا فداك الحجر اللي عندي، غادي نخدم كاع كيف تشوفوا انا جابده هذاك الشيء اللي عندي غادي غنخدم به. واللي زوين فهاد الحجر هذا كاينين فيهم دي كولور فلاشي ولا الوان اللي هما فلاشي والوان صيفيه، كاين هذاك الغوز، كاين الصفر، كاين الاخضر، يعني عطى الله الالوان اللي هما كاينين. نصوبوا شنطات ديال البحر، نصوبوا صنادر، نصوبوا سيكان، نصاوبو بليغات، دي بوشيت، في دي كيمونو، نصاوبو عطا الله. المهم الواحد غير ما يعجزش وما يبقاش جالس، يجرب وغادي يخدم، وان شاء الله سيدي ربي غادي يجيب التيسير. كيف تشوفوا انا يعني في الفيديو راه هو شارح راسو، انا كنحاول نتناقش معكم، كنحاول ما امكن نشجعكم على انكم باش تخدموا، اما الطريقه راه هي سهله، فقط ان الواحد خاصو يزعم وخاصو يخدم ويجرب وما يبقاش جالس. ما نبقاش كنضيعوا في الوقت غير في التليفون وفي الخوا الخاوي. علاش لا؟ كل واحد على حسب الميولات ديالو، كل واحد حنا كنعطيو افكار كنتقاسموا معكم، وطبيعه الحال كل واحد غادي ياخذ منها هذاك الشيء اللي غادي يناسبه وهذاك الشيء اللي غادي يقدر عليه. ماشي اللي يقدر عليه اي واحد، راه هو قادر يصاوب واحد الحاجه، فقط ما يبقاش هو تيعقد في راسه يقول يشوفها ويستصعبها ويقول انا ما نقدرش نديرها. لا هي سهله تيقوني، فقط الواحد خاصو يزعم على انه يخدم. دونك في الاخر ديال لا فيديو غادي نوريكم اشكال وحدين اخرين، وانتم بطبيعه الحال
صوبوا اي زواقه بغيتو، تلصقوا مفجين يعني. عطا الله ما غاديش دابا الافكار محصورين ليا في دماغي، ما يعطى الله ما يدار وما عطى الله ما يتخدم في هاد الزواقات هادو. وحتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البقايا ديال لي شوت، كتسمع ما عرفتش كتسمع واحد الصوت ديال الطياره، حيت انا حدا المطار ما عرفتش كتسمع الصوت ديال الطياره دابا كتسمع، يمكن من جهه تسمحوا لي على هاد الصوت هذا. دونك كيف قلت لكم حتى اللي ما عندوش هاد البقايا ديال العقيق وبغى يبدا كمشروع، راه هو غير مكلف، ما غاديش يشري يعني لا جيلاتين كدير. كاين اللي دابا كيبيعها ب 40 درهم للمترو، وكاين اللي كيبيعها ب 50 درهم للمترو، وعلى حسب المدينه. سولت واحد السيد قال لي ما كاينش فيها لا كاليتي، حيت داك مول 50 درهم، قال لي لا سيد لا كاليتي، و سي جيلاتين جيلاتين، يعني كل واحد وبشحال كيبغي يبيعها. دونك تقدروا تاخذوا نتوما غير 4 مترو وتاخذوا شويكيك ديال العقيق، شويكيكه من هنا وشويكيكه من هنايا وشويه ديال الحجر، وتلصقوا وتبداو اي حاجه حتى تجربوا، وسيد ربي غادي يجيب التيسير، غير المهم نتوما يبداو. دونك كنتمنى الفكره ديال الفيديو انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم على فيديو الكماله ديالو وتشوفوه، ما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعاليق، قول لي اين موتيف اللي هو يعجبكم اكثر، وان شاء الله غادي نبداو ثاني سلسله ديال المشاريع اللي هي صغيره واللي كتكون غير مكلفه، واللي نقدروا نخدموها من ديورنا. فرجه ممتعه. دونك انا كملت الموتيف ديالي ساليتو، عندي جوج ديال الطرق كتشبرو لو موتيف كتحطو فاش ما بغيتو. انا دابا خيط هاد الساك هذا وغادي نديرو في هاد الساك، تقدروا ديرو في ظهر ديال كيمونو ولا قميجه ولا كيف ما عجبكم على حسب الموتيف اللي بغيتو نتومايا. دونك غادي نشبرو بالفنايات في البلاصه اللي انايا بغيت. كنهز العمل ديالي، كنتمنى الاخت اللي عاود طلبت مني واخا ثاني دايره الطريقه ديال التلصاق ديالها، قالت لك عافاك عاودي معنا الطريقه، كنتمنى انها تعاود تشوف هاد لا فيديو هذا. دونك كتدي واحد مول المصبانه كيضغط عليكم على هاد الجيلاتين فوق التوب ديالكم فوق المشروع، وهاديك الجيلاتين كتطلق لاكول ديالتها كتشبر في التوب، ولكن هذا ما كيمنعش باننا ما نديرو حتى شي اضافه واحده اخرى. كان ضروري كنشبر نشبر البرا والخيط ونعاود نقبط الموتيف ديالي، كنقبط في هاد هاد ستراس، هاد الخط ديال ستراس اللي حنايا دايرين في الجنابات هو اللي انايا غادي نقبط فيه الخيط اوليبرا، باش ضروري خاصو يتوثق، لان ما يمكنش غير المصبانه راه بوحدها غادي تشبر لكم يعني لو موتيف ديالكم، ضروري خاص الابره والخيط. صافي غادي نمشي بي انايا هكايا، غادي نخيطو نخيط لو موتيف ديالي. ودابا حيت انا هادي العوينه غادي ناخذ لي ستراس انا مقطعتهم، وغادي نحاول لاني خصني صراحه نسونطري بلي ستر بهاد الرموش هادو. قلت على العبارات اللي انايا قطعت هادو، هذا هو الكبير. دونك دابا انا خصني مازال نهبط الموتيف ديالي، لان غادي يجيني غاديش يجي مسونطري، ولكن غادي نحاول نشرح لكم وعاد من بعد نعاود انايا نخيطو اتيت غوبوزي. كيف قلت لكم دابا انا هنايا غادي نركب هاد الرموشه هادو، غادي نعاود نقادهم مزيان ونسونطري لو موتيف ديالي نديرو في الوسط ديال الحقيبه، وغادي نعاود هادشي كامل غادي نخيطو بالبرا والخيط، ضروري باش يتثبت ليا مزيان البرا والخيط. خليني نوريكم اشكال اخرين. فوالا هنايا كاينه الخميسه، صوبت الخميسه صوبت الببغاء، صوبت هاد الريشة هادي، هاد لي بغوش، هاد لي بغوش هادو تقدو تشريو فحال هادو، راه كيتباعو في الكبار والصغارين، وتجيو في القفا ديال لو بغوش ديالكم وتلصقوهم، وديك الساعة تبداو كديروهم إما في بوشيت ولا في الجنب ديال لافيست ولا في أي حويجة ممكن تصوبوه، وتديرو هاد لي بتيت بغوش وديرهم في الالوان اللي بغيتو، وتاخذوهم مشروع. دابا البنات اللي هي سالاو القرايه ديالهم ممكن هاد يصوبوا دي موتيف ديال الجيلاتين ويبيعوهم، علاش لا،
منها كيستافدوا منها يعني اللي يخدموا بهم راه كيجيو زوينين ومطلوبين. كنتمنى ان الافكار ديال اليومين ينالوا الاعجاب ديالكم. تنقل لكم السلام عليكم وتبقوا على خير.